أعرب الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عن ارتياحه للنتائج التي وصلت إليها اللجنة المعنية بدراسة بعض حالات الوفاة في المماشي العامة والتي وجه لها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب. وقال عسكر ما قدم اليوم من معلومات وتقارير من قبل الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة ساهم في تكوين صورة واضحة تساهم في وضع اللبنات الأساسية للتقرير الذي سيرفع لسمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مثمنا جهود الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة المعنية بدراسة بعض حالات الوفاة في المماشي العامة والتي عكست حرص واهتمام أعضاء اللجنة ممثلين الجهات الحكومية للتحقق من حالات الوفيات التي تكررت خلال الفترة الأخيرة.